اشرب الماء واذكر عطش الحسين. هالكلمة اللي صارت تتردد على ألسن محبي الإمام الحسين عليه السلام، أو كل واحد منهم يحب يقتدي بالمولى أبي الفضل العباس عليه السلام بهذا الموضوع، لأن هو السقاء. كثير من التساؤلات تتردد في أذهان المحبين، لماذا يلقب أبي الفضل العباس عليه السلام بالسقاء وهو استشهد يوم العاشر وما استطاع أنه يسقيه؟ ولكن بالحقيقة قصة هذا اللقب ما كانت في يوم العاشر فقط، وإنما ما قبل العاشر من محرم. السقاء يعني كثير السقاية، وهذه كانت من أشرف الخدمات في التاريخ، ولذلك اشتهر بها بني هاشم. قصة أبي الفضل العباس عليه السلام تبدأ ما قبل العاشر. عمر بن سعد جاء أمر من ابن زياد إنه امنع الماء على مخيم الإمام الحسين عليه السلام. يمنع الماء، أثر العطش على الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته أو أصحابه، فالإمام سلام الله عليه طلب من أبي الفضل العباس عليه السلام يسقيهم الماء. أخذ المولى أبي الفضل العباس ويا كتيبة جيش تقريبا 50 واحد، وكان مع صاحب الإمام الحسين عليه السلام نافع بن هلال الجملي. أبي الفضل العباس عليه السلام وصل إلى المشرعة، وكانت المشرعة محاطة بجيش كامل من الأعداء حتى يمنعوهم من الماء. راح نافع بن هلال الجملي وطلب من هذا الشخص اللي كان جالس على المشرعة إنه يسقي الماء إلى مخيم الإمام الحسين عليه السلام ويهتدي، ولكن ما نفع الموضوع. فأبي الفضل العباس عليه السلام اخترق المشرعة بقوته، مع الرغم أنه كانت عندهم قوة عسكرية كاملة، ولكن ما استطاعوا أنه يقفون في وجه أبي الفضل العباس عليه السلام وأصحاب الإمام الحسين. ملأوا القرب ورجعوا إلى المخيم الحسيني، وأبي الفضل العباس سقى العطاشة أو صار يلقب بالسقاء. أما المرة الأخيرة فكانت في يوم العاشر. أبي الفضل العباس عليه السلام لما رأى إنه العطش اشتد بالمعسكر الحسيني ضاق صدره أو طلب يقاتل الأعداء، ولكن الإمام الحسين عليه السلام بدل القتال طلب منه أن يسقي العطاشة، يسقي عطاشة كربلاء. فخرج أبو الفضل العباس عليه السلام بالقرب إلى المشرعة، ورغم وجود الجيش ما استطاعوا أبداً أن يقفوا في وجهه. اخترق المشرعة بكل قوته رغم أسلحتهم وعددهم الكبير، ما حد وقف أمام أبو الفضل العباس عليه السلام. أخذ الماء بالقربة وأراد أن يرجع للمخيم الحسيني، ولكن هذه المرة الأخيرة فقط تعذر أنه يصل إلى المعسكر، وبدل أن يسقي المخيم بالماء سقى كربلاء بدمه، وصار جود كفه يقضي الحوائج ويسقي الناس بحب الحسين عليه السلام.